السلام عليكم. اليوم نكملوا مع الحلقة الرابعة من لا فورماسيون تاعنا في سلسلة حلقات خدم مدينتك من تكوين تخطيط متابعة وتقييم مشروع بواسطة المنهجيات القائمة على التغيير. Planifier, suivre et évaluer un projet à l'aide des méthodologies orientées changement. اليوم كما قلت لكم غادي نديروا الحلقة الرابعة وفيها نهضروا على الجزء الثاني من تحليل السياق. وين نهضروا تحديدا للمتعاملين. دونك on fait la deuxième partie de l'analyse du contexte où l'on traite des acteurs. دونك حنا واش نديروا عندنا شحال من الاداه غادي نخدموا بها باش نفهموا المتعاملين اللي يقدروا يعاملونا ولا اللي يقدروا يضروا ثاني في المشروع نتاعنا. والمشروع اللي كنا نهضروا عليه هنا في خدمة مدينتك هو كيفاش نشروا ثقافة تويزا في الأحياء، يعني تطوع في الأحياء. نبدأ في المرحلة الأولى، عندنا تحديد المتعاملين، identifier les acteurs. من بعد واش نديرو؟ كي نحددو المتعاملين نديرو تحليل المتعاملين، analyse des acteurs. من بعد في المرحلة الثالثة نديرو خريطة التأثيرات، فرنسي يقولوا لها كارتوغرافي دي زانسيدانس. ومن بعد نفوتوا الاداه مصفوفه التاثيرات، سي لا ماتريس دي انفلونس. ومن بعد نعاودوا نروحوا للاداه الخامسه، يعطوا لها مقصد الاهتمام ولا لا سيبل دو لانتيري. ومن بعد نروحوا للاداه السادسه، يعطوا لها بطاقه المتعامل ولا البروفيل داكتور كلي. ومن بعد نروحوا للاداه خريطه المتعاملين ولا لا كارتوغرافي دي زاكتور. ومع التالي نديرو نهضرو على التغييرات المقصودة من قبل كل متعامل، لو شونجمون فيزي بور شاك اكتور. نبداو دروك بالأداة الأولى. الأداة الأولى نديرو فيها تحديد المتعاملين، تحديد المتعاملين. واش نديرو فيها؟ سيكو في هاد الورشة نديرو ورشة جلسة عمل ونطلبوا من الأعضاء ينبهونا شكون هما كاع المتعاملين اللي يقدوا يعاونوا المشروع ولا اللي يقدوا ما يعاونوش المشروع، يضروا المشروع تاعنا. أي نبداو نفرزوا، هاولا المتعامل الأول، هذا المتعامل الزوج، هذا المتعامل الثالث، وزيد نفس الشيء من هذا الجهة الثانية، هذا المتعامل الأول، هذا الزوج، هذا الثالث، إلى آخره. هذا donc choisir un ou plusieurs outils d'animation pour identifier les acteurs impliqués dans le processus de changement. Donc on fait ce genre de متعاملين اللي اثروا في المسار تاع التغيير. Analyser la nature du lien de chacun avec le processus de changement. On ندرسوا طبيعه تاع العلاقه تاع كل متعامل مع التغيير اللي رانا قازينه ولا المشروع اللي رانا باغيين نديرو. Choisir le ou les critères d'analyse qui semblent les plus intéressants compte tenu du contexte de l'intervention, des objectifs du groupe et de son profil. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur pour que nous devons faire la relation avec le projet. Et on va voir comment il y a un projet, comment il y a un projet, comment il y a والبروفيل تاع ندرسوا الشخصيه تاع كيف دايره، اللي قد يضر المشروع ولا قد يعاون المشروع. ومن بعد نديروا الاناليز تاع لي انتراكتور دي انتراكسيون انتر لي اكتور. ما يخفناش بلي كاين دي اكتور مثلا في حي واحد نلقاو بزاف لي اكتور، مثلا نقولوا كوليج، امام، اتيليه، سنتر دو فورماسيون، مدارس. نروح نشوفوا التانيك ندرسوا العلاقات بيناتهم باش نشوفوا ونقدروا ندخلوا حنا تانيك باش نقويو، يعني هذيك نقويو المشروع تاعنا بطريقه ايجابيه من خلال تفاعلات هذوك المتعاملين. Alors le deuxième point c'est définir la relation que le groupe décide de tisser avec chacun des groupes acteurs en vue de contribuer au mieux au processus de changement, collaboration, limiter les influences négatives. En bas, fil ouchal, l'agenda où je dis, il est prêt de la relation, mais tous les mutamil ou tous les groupes mutamilin,
ويقرروا واش هو نوع العلاقة اللي يليق تكون مع هاد المتعاملين، لكن علاقة تعاون ولا يليق نحدو التأثير السلبي نتاع هادو كل المتعاملين. فوالا هادي الأداة الأولى وين نديرو تحديد المتعاملين. في الأداة الزوجة واش نديرو؟ نديرو تحليل الأطراف الفاعلة ولا تحليل المتعاملين، وهنا نديرو أن طابلو جدول ونفرزو في الجدول الخصائص. مثلا هنا الخصائص كي نقولو خصائص اللي كنفرزو على حسب كل قطعة، مثلا هاكا عاقلين هدرنا على بيستيل، شو نكتب الأحمر خير هاتشيني بلوتو على كل قطعة ونفرزو المتعاملين تاعها. مثلا هنا سي بوليتيك، هنا سي ايكونوميك، سوسيو كولتوريل، تكنولوجيك، انفيرومونتال، ليغال. مثلا هنا الادارات، نقدو ندرجو الادارات. هنا نشوفو لي سونتر، مثلا كاتولا لي زاتوليي لي جوزين لي في الحي. هنا سوسيو كولتوريل، مثلا اجتماعي ثقافي، مثلا مدارس، مراكز تكوين، جمعيات. تكنولوجيك لكان دي سنتر دو تكنولوجي هنا في الحي. انفيرومونتال كما يتعلق بالبيئه، وهنا كل المتعاملين في مجال التشريعي في الحقوق، القوانين والحقوق. كل واحد نفرزوه ونشوفو تاني كنقولو يعني يلق نفرزوه شكون هو، ويلق نشوفو تاني لاتيتود تاعه يعني التصرف تاعه في مقابل المشروع اللي انا ناويين نطوره. ومن بعد نشوفو ندرسو لو فولي زاوس لي زانتيغي لي زاتون، ما هي اهتماماته وما هي واش راه يستنى زعما هو في كمتعامل واش راه يستنى، واش هو الاهتمام تاعه. دونك ندرسو الاهداف تاعه، التوقعات تاعه، الاهتمام تاعه، ونشوفو لا كان ساعدنا ولا ضرنا حنا كمشروع. ومن بعد نشوفو تاني كل متعامل سنسيبيليتي ريسبي فيزافي دي زوت دي زاسبي ترانسفيرسو. كل متعامل نشوفو الى عنده اهتمام بمواضيع مثلا البيئه، لا يلوث البيئه، ما يلوثش البيئه في الحي، لا يهتم بالمساله كل ادماج البنات ولا ما يهتمش، لا يهتم بمساله ادماج ذوي الاحتياجات الخاصه ولا ما يهتمش. هادو تاني كي كندرسوهم، خاطرش الحي ما فيهش غير نقولوا صنف معين من الناس، فيه كاع الاصناف، ويلق اي مشروع اللي يكون واحد ينوي يخدم عليه يلق ياخذ بعين الاعتبار هاد الجوانب الثلاث. بوتنسياليتي اي فيبلس، يعني وين نقاط القوه تاعو وين نقاط الضعف. مثلا اللي عنده الموارد، اللي عنده المعارف، اللي عنده التجارب، لكن يتدخل ويساهم يعني بطريقه دوريه ولا غير خطره في بوزمان. هادو تاني كنا نتطرقوا ليهم. implication et conclusion pour le projet. بعد نشوفو لكن النشاط تاع هذاك المتعامل يقدر يكون مفيد وكيفاش يلقنا نتعاملو مع المجموعه، يعني كيفاش هذاك المتعامل يلقى يتعامل مع المجموعه. مرات نشوفو باللي كاين تساؤلات تلقاها في اداه هنا في الاولى ولا في الزوجه ولا في الثالثه ولا حتى الاداه التاليه. هذا يساعد غير باش مثلا لما ركزناش على هاد الجهه في هاد الاداه نقدر نركزوا عليها في هاد الاداه الزوجه. فوالا الو، من بعد نهضروا على الاداه الثالثه اللي هي لا كارتوغرافي دي زانسيدونس، يسموها خريطه التاثيرات. الو هنا نديروا ان شيما كما تشوفوا ثلاثة تاع الدوائر هاك. على الدائرة الأولى هذه سي لا سفير دو كونترول، هذه سي لا سفير دانفلونس، وهذه اللي هنا سي لا سفير دانتيري. يعني هنا سي الجماعة اللي هي اللي تسير هذا المشروع، مثلا مشروع دعم ثقافة تويزا في الحي. هنا سي لا سفير يعني الجماعة تاع اللي تأثر فيهم المشروع، اللي المشروع يأثر فيهم، وهادو الجماعة تاع المستفيدين من المشروع.
Alors, هنا نشوفوا مثلا نقدروا نزيدوا فيه باغ اكزومبل اكتور كي ميت اون اوف الانترفونسيون يعني كيما المشروع ولا المتطوعين هما اللي ينفذوا المشروع وهنا سي اكتور انترميديير افيك ليكيل الانترفونسيون انتراجي ديريكتومون سور ليكيل ال سيكزيرس اون انفلونس ديريكت مثلا عندنا عده متعاملين نقدروا نأثروا فيهم من خلال المشروع ويقدروا يعاونونا إيجابا ولا سلبا في المشروع نتاعنا مثلا نقدروا نقولوا المراكز الصحية ديسبونسير لي زاتولي ورشات العمل والوزينات المدارس الليسي النساء في الحي البزوزة في الحي الناس اللي بخير عليهم في الحي اللي يقدروا يعاونوا جوامع هادو كاع يتعدوا هنا في هاد هاد الدائرة وهنايا سي لي بينيفيسيير فينو يمكن المستفيدين في نهاية المطاف يقدروا يكونوا نساء يقدروا يكونوا أطفال يقدروا يكونوا دي جون محتاجين تكوين اون بوزوان دو فورماسيون تقدر تكون مستفيد يقدروا يكونوا دي فامي اونتيير كاع كاملين دونك هذا سي ان اوتي اللي عطونا لا كارتوغرافي دي زانسيدونس كما نديرو مشروع تاني كنقدروا نخدمو به باش نعرفو شكون اللي ينفذ المشروع شكون يقدر ناثروا فيه شكون يستفاد من المشروع فوالا هذا لوتيل الثالث لوتيل الرابع يعطونا مصفوفة التأثيرات نديرو مربع نقسمو على ربعة فوالا كيما هاك هنا نهضروا يعني نديروا المتعاملين اللي عندهم تأثير إيجابي وهذا التأثير الإيجابي جايب عند متعاملين عندهم نفس الأهداف كيما حنايا نفس القيم وعندهم نفس الثقافة كما احنا هنا في الخانة الزوجة نديرو يعني متعاملين ذات تأثير إيجابي بس شاولا عندهم أهداف قيم وثقافة مختلفة هذه الناس تاع الجمعيات يعرفوها بزاف مثلا نقولو كاين اللي يخدموا في الميدان تاع الرياضة كاين اللي يخدموا في مثلا كما احنا زعما نقولو هكا احنا لجنة حي صافي كاين بزاف جمعيات اللي يخدموا غير في الحي تاعنا وعندهم يخدموا مثلا بالسوسيال بزاف بصح هنا بالك تلقاه يخدم في الجانب الثقافي وحنا ما نخدموش الجانب الثقافي يعني عندهم اهداف مختلفه فوالا فيها بزاف تحليلات هاد هاد لوتي فيها بزاف تحليلات يتلقى المجموعه تكون فيها اعضاء لكل واحد وكيفاه يشوف باش هكا هاد الاختلاف يكون اثراء للنقاش وللاداه ثاني في حد ذاته وهنا الخانة الثالثة يعني تأثير حاليا يكون متعاملين يكون تأثير الحالي تاعهم يكون ضعيف بس نقدروا نطوروا التعامل تاعنا مثلا باش نقوي المعاونة بيناتنا وهذه الخانة الرابعة وين فيها متعاملين من ذوي التأثير السلبي هذه اللي يلق نهربوا عليهم ولا يلق نشوفوا كيف نديروا باش نقصوا الضرر تاعهم باش هكا ما يأدوش المشروع نتاعنا فوالا هذا عموما نظريا كيما هكا تتصالح بصح في الورشه اللي قد تمعنوا مليح كل خانه والمتعاملين تاعها وتفرزوا مليح التفاصيل الو هذا ماتريس دي انفلونس مصفوفه التاثيرات Elle permet de considérer tous les acteurs, même ceux avec qui on ne pense pas travailler. يعني كي تقعدوا فيجمع أو تقعدوا تخمو تلقاو بلي كانوا متعاملين ما كنتوش ميم با شاكين بلي تقدروا تخدموا معاه. Elle aide à déterminer des stratégies par catégorie d'acteurs. وتقدروا تفرزوا مثلا كل متعامل والاستراتيجية اللي توالم معاه. كل متعامل والاستراتيجية اللي تعاون معاه اللي توالم معاه. Donc, هذه الأداة الرابعة la matrice des influences مصفوفة التأثيرات نعاد نفوتو الأداة الخامسة يعطونا la cible de l'intérêt بالعربية نقدر نعيطو لها مقصد الاهتمام نقسمهم ثلاثة تاع دوائر هنا سي حاملي المشروع سي لي بورتور دو شانجمون هنا indécis يعني راهم بين وبين وهنا opposant ou frein يعني معاكسين للمشروع ولا يديروا كل حاجه باش
يحبسوا المشروع. Voilà. Elle porte sur l'intérêt des acteurs à l'atteinte du changement espéré ou intermédiaire. يعني كل واحد ويلقى تشوف كيفاش الاهتمام تاعه مقارنه بالمشروع. مثلا كيما هذا تلقى باللي هو رافد المشروع وهو راه قلبه رب على المشروع. هادو راهم ما بين وبين لما كيلقى دير رجعت باش تقنعهم باش هكاتو يقولوا عندك لهنا. وهادو لي زوبوزون فران اللي يديروا اي حاجه باش يحطموا المشروع ويعلقوا له. وهذا يلقى ثاني لهم استراتيجيه باش تبعدهم على المشروع باش ما ياثروش فيه سلبيا. Voilà. Avec lesquels collaborer en priorité. On a trouvé, ça marche qu'on a, maintenant, tu as fait les indécis, tu as fait des segments, il a trouvé qu'on a, ou lesquels éviter ou neutraliser. On a trouvé les segments, on a trouvé les asnaf, il a trouvé les segments, ou les Voilà. Donc, c'est l'adat al-khamisa. Donc, l'adat al-sadisa. يعطوله سي البروفيل دكتور كلي بطاقة المتعامل هكا دير بطاقة في هاد التقسيمات هنا تكتب الاسم تاع المتعامل هنا تشوف البروفيل تاعه لي غولاسيون العلاقات تاعه والوضعية تاعه في عموما زعما كيفاش دايره الوضعية تاعه فوالا نعطيكم مثلا هنا نقولوا لو نون تاع لاكتور بروفيل كيل انديفيدو و اورغانيزم يل غروب لا كان شخص واحد ولا عده اشخاص ولا عده جمعيات فوالا كو فيتيل او وين شي يدير وين يخدم فوالا انا سو بروفيل لي ريلاسيون افيك كي لي اون ريلاسيون مثلا هذا المتعامل مع من يخدم مثلا نقولوا كوليج مع من يتعامل في الحي تاعنا مثلا يتعامل مع أطفال مع عائلات اللي يتعامل مع شركات مثلا إلا تشوف نشوف هاد العلاقات alors quel type d'influence a-t-il sur les autres هاد الكوليج اللي عندها تأثير إيجابي مثلا في المشروع بغا يديرها في الحي اللي عندها تأثير إيجابي في المشروع تاعك باش تبقى في الحي إلا كان تأثير إيجابي ولا تأثير سلبي alors quel type d'influence les autres ont sur lui مثلا إلا كان متعاملين وحد آخرين كيفاش يأثروا في هاد المتعامل باش يقد يعاونك في المشروع تاعك ولا ما يقدش يعاونك في المشروع تاعك هذوك العلاقات اللي تدرسهم وزيد لا بوزيسيون تاع الموقف تاع كيل سون سي كونترانت يعني بالك هو يبغي يعاونك بصح ما يقدرش الا تعرف تانيك العلاقي اللي هو يواجههم الو كيل سون لي زافونسي كي لا ديجا كونو الا كان دار انجازات الا تعرفهم شنو هذوك الانجازات بالك داخلين في المشروع تاعك وانت ماذا بك تربح الوقت تربح الجهد تربح الدراهم تربح الزاسوال باش هكا هذاك المشروع تاعك يتقدم بطريقة غير مباشرة فوالا هنا غادي نعطيكم مثال نقولوا مركز تكوين مهني اوفيس دو لا فورماسيون بروفيسيونيل الوغ لو بروفيل سي فورماسيون كورت دوري يعني يدير تكوينات قصيرة المدى يخدم في المنطقة تاع وهران مثلا ولا في الجزائر ولا في عنابة ولا في تمن راست voilà, les formateurs et conseillers insertion. Donc, il y a des formateurs ou des conseillers insertion. Donc, il y a Moukawini ou Moustachari Idmaj. Voilà, c'est le profil. Alors, les relations, maintenant, ils travaillent avec le CEM, ils travaillent avec le LICIET, ils travaillent avec le TOUGE, ils travaillent avec l'ANAM, maintenant, ils travaillent avec Idmaj, l'atelier et l'AMAL. Les champs professionnels pour le projet pédagogique, la position c'est objectif de taux d'insertion non atteint. Maintenant, il y a un projet, il y a un nombre de personnes, maintenant, il y a 10,000 personnes qui ont été dans la وانت كمشروع مثلا في الحي تبين له باللي دير العلاقه معه مع هذا لوفيس دو لا فورماسيون بروفيسيونيل وتكون عارف مثلا لي جون الشباب اللي في الحي عندهم عاطلين على العمل وما عارفينش وين اش يديروا وتلفت لهم ساكن هكذا ما يعرفوش اش يدير تمشي دير دي كونتاكت مع هذا لوفيس دو لا فورماسيون بروفيسيونيل وبطريقة غير مباشرة راك تعاونه باش يوصل هو تانيك لوبجيكتيف دو تو دانسيرسيون لا اتان يعني اهداف تاع نسبة الادماج سيدي راك تعاونه في المشروع تاعه
Alors, projet, passer de module de sensibilisation à l'intégration des femmes. Maintenant, les handicapés, mais d'où les handicapés, voilà. هذا مثال على الأداة السادسة. والأداة السابعة عطلها كارتوغرافي دي زاكتور. بالعربية نقولوا خريطة المتعاملين. نقدو تابلو بلان كبير ولا ورقة كبيرة ونعطيه كل عضو ونقول لها جرد قال المتعاملين اللي نقدو نخدمه معهم في على مستوى الحي لتحقيق المشروع متاع تويزا مثلا نشر ثقافة تويزا في الحي. كل واحد يقعد يكتب قال متعاملين بعد واش نديرو هذوك المتعاملين نلصقهم هنا في الطابلو اللي يكونوا كيف بيان سور نحيوهم نخلي واحد فيهم مهم قال متعاملين نجردوهم هنايا ومن بعد واش نديرو ندرسو العلاقة بين هاد المتعاملين هل هي علاقة مساهمة ولا هذه اللي حاجة روحنا منه لكن عندنا مثلا مصالح مشتركة مع هذا المتعامل نتاني كنفرزوهم لكن هذا المتعامل يعاوننا في المعلومات مثلا خصنا تكوينات ولا معلومات نفرزوه بلون مختلف تاني كل علاقة بلون مختلف لكن مثلا هذا المتعامل يقدر يعاوننا من جهة مالية مثلا يقدر يمول مثلا باغي نديرو في الحي نديرو بلاصة وين يلمو البلاستيك اللي نعاود نمدوه للسيوتي تاعها مثلا ولا تاع النابة ولا تاع قسنطينة فوالا ونوع آخر من العلاقات نديروه تانيك بلون مغاير هي أوتر آخر فوالا دونك هذه هي هذا الأداة السابعة لا كارتوغرافي دي زاكتور خريطة المتعاملين من بعد نفوتو لآخر أداة وين ندرسو التغييرات المقصودة من قبل كل متعامل التغييرات المقصودة من قبل كل متعامل les changements visés pour chaque acteur clé. Alors, هنا ندرسو quels changements sont nécessaires chez ces acteurs, si l'on veut que le changement espéré se produise. واش هما التغييرات اللي هاد المتعاملين باغيين يحققوها لا باغيين باللي التغيير يوقع. أيا ندرسو مثلا هنا نديرو طابلو ونديرو هاد الاكتور نيميرو 1 باغي هاد التغييرات. هاد المتعامل الزوج باغي هاد التغييرات، المتعامل الثالث باغي هاد التغييرات. كمثال مثلا نقولو هذا لوفيس دو لا فورماسيون بروفيسيونيل فوالا اي نديرو مثلا الا كان يخدم بالمقاربه على الجنس الاعاقه ولا البيئه في يعني في المشاريع البيداغوجيه تاع مثلا لا يهتم بتكوين الاولاد كما يهتم بتكوين البنات لا يهتم بتكوين يعني عامه الناس ولكن يهتم تانيك يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين لكن يهتم تانيك بالمحيط هلا كي نقول المحيط يعني النبات ولا الحيوان هلا ديفون يبرومو ليغاليتي بروفيسيونيل لكن يهتم يعني بنشر العدالة المهنية بين الأعضاء يعني ما يفرش على سبب الجنس تاعهم لكن ولد ولا بنت لكن من عرق هذا على حساب هذا voilà هادو كاع اللي كنهضروا عليهم voilà propose aux jeunes femmes de formation garantissant une insertion professionnelle durable مثلا لكن يقدم تانيك تكوينات للبنات اللي يعاونوهم باش يندمجوا مهنيا voilà دونك هذه هي الأداة الأخيرة voilà رانا كملنا اليوم هاي كملخص voilà Donc, هادو هما لي زوتيل اللي هضرنا عليهم voilà دونك تحديد المتعاملين تحليل المتعاملين خريطة التأثيرات مصفوفة التأثيرات مقصد الاهتمام بطاقة المتعامل خريطة المتعاملين والتغييرات المقصودة من قبل كل متعامل كل أداة تعاوننا
باش نفهموا المتعاملين اللي يقدروا يعاونوا المشروع تاعنا ولا يقدروا يأدوا المشروع تاعنا. يعني عوض ما نقعدوا تقعد تلفتنا منين نبدأ ومين نكملوها، راه عندنا شحال من حاجه نقدروا نخدموا بها، وهذه تكفينا يعني لارجومون باش نديروا المشروع تاعنا. دونك هاني كملت لا فورماسيون تاع اليوم. فوالا موعدنا في الحلقه الخامسه المره الجايه، وين نهضروا على مسارات التغيير، لو شوما دو شانجمون. فوالا جو فو رمارسي انفينيمون. فوالا ونتلاقوا الملقى في المره الماشيه ان شاء الله. فوالا خير.